بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الثانية في Visual Basic 2008. كنا أخذنا من كده قبل كده إن أي برنامج بنعمله بيتكون من 3 مراحل: مدخلات ومعالجة ومخرجات. وقلنا ان المدخلات عندنا بتتم في الكونسول ابلكيشنز، ان احنا بنكتب له اسم المتغير المطلوب ادخاله وبعدين بنكتب له كونسول دوت ريد لاين. لو عايزين نخرج بعض المتغيرات فبنكتب له كونسول دوت رايت لاين وبنكتب له اسماء المتغيرات المطلوب اخراجها. المعالجة عرفنا ان بيتم عن طريق بعض المعادلات الرياضية، ودي بعض الاوبريشن الارثمتيكال اوبريشنز اللي احنا اوبريتورز اللي احنا بنستخدمها، سواء بلس ماينس ملتيبليكيشن ديفيجن او الانتجرال ديفيجن، وعرفنا الفرق ما بينها وما بين الاورديناري ديفيجن، وعرفنا المود اللي هي باقي القسمه والاكسبوننشال اوبريتور. قلنا ان ينفع ان احنا نضمن جملة الطباعة بعض الحسابات، لو في حسابات بسيطة ممكن ان احنا نحطها في جملة الطباعة، ممكن نعمل بعض الحسابات الوسيطة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة. كنا خدنا كمان الجمل الشرطية اللي هي if then else and if، وبنكتب هنا جملة الشرط بين الـ if والـ then والـ else، بنكتب جواب الشرط في حالة الإثبات، وبين الـ else والـ end if بنكتب جواب الشرط في حالة النفي. عرفنا أن جملة الشرط بتاعتنا بتكون عبارة عن مقارنة ما بين قيمتين، القيمة الأولى والقيمة الثانية، وبينهم أداة مقارنة، ودي الست أدوات مقارنة المشهورين عندنا: equal، greater than، less than، not equal، greater or equal، less or equal. النهاردة إن شاء الله هندخل في موضوع جديد اللي هو التكرارات iterations. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج اللي قدامنا ده بيعمل ايه. برنامج فيه 3 جمل: console.writeLine اللي هي جملة الطباعة 1، console.writeLine 2، console.writeLine 3، وفي الاخر طبعا console.readLine عشان نوقف البرنامج. لو شفنا البرنامج ده يعمل ايه، هيطبع لنا على الشاشة رقم 1 ويرجع يطبع لنا رقم 2 ويرجع يطبع لنا رقم 3، وده الاوتبوت اللي قدامنا اللي حصل. البرنامج ده ممكن نكتبه بصورة تانية افضل شوية، ان انا اكتب له dim value as integer، هوصف variable اسمه value وعبارة عن integer. ملحوظة مهمة، اول ما بنوصف اي متغير بيديله قيمة ابتدائية اولية بصفر. هكتب له بعد كده جملة اقول له value بتساوي value plus 1، يعني الفاليو هنا الاول ما وصفتها خدت قيمة بصفر، قلت له ضيف لي عليها 1، بقت value دلوقتي بواحد، واكتب له console.writeLine value اللي هي دلوقتي بواحد، يوم يكتب له 1 على الشاشة. هرجع تاني اكتب له value بتساوي value plus 1، يوم value هنا كانت بواحد يزود عليها 1 تبقى ب2 ويطبعها على الشاشة. ارجع تاني اقول له value بتساوي value plus 1، value تبقى ب3 هيزود عليها 1، واقول له console.writeLine value، يوم يكتب بعلي قيمة التلاتة على الشاشة، وفي الاخر طبعا بنكتب له console.readLine. يبقى انا كده بدل ما كنت بكتب له write 1 و 2 و 3، لا ده انا هنا هتكتبت له جملة انه يزود 1 على قيمة الفاليو يطبع قيمتها، يزود 1 على قيمة الفاليو يطبع قيمتها، يزود 1 على قيمة الفاليو ويطبع قيمتها. تخيل لو حبينا ان احنا نطبع 30 رقم، هل ينفع بنفس الطريقة نقعد نكرر الجزء ده 30 مرة؟ طب صعب جدا. طب ايه الحل؟ الحل عندنا الجمل التكرارية. ايه الجمل التكرارية؟ بنكتب له do while وشرط التكرار، وفي الاخر بنكتب له جملة loop، وبينهم بنكتب جمل التكرار. يبقى نيجي هنا نكتب له do loop كرر while بينما الشرط ده متحقق، يبقى هو يقعد يكرر اللي بين جملة الدو
واللوب طالما الشرط اللي هو مكتوب بعد الوايل متحقق، لو ما اتحققش مش هيكرر وهينزل يكمل بقية البرنامج. تعال نشوف البرنامج اللي فات ده، لو هنعمله بطريقة بسيطة هنقول له dim value as integer do while value أصغر من 3، وفي الآخر لوب وبينهم اكتب له value بتساوي value plus 1 وconsole.WriteLine value. يبقى هو هنا خد الفاليو اداها قيمة ابتدائية بزيرو لأنه وصفها. هيجي ينزل هنا، هل الفاليو الحالية أصغر من 3؟ أيوه لأنها بزيرو. يقوم الشرط اتحقق، يقوم ينزل يزود عليها 1 ويطبعها. يوصل جملة لوب، يرجع مرة تانية ويسأل نفسه هل الفاليو الحالية اللي هي بقت بواحد أصغر من 3؟ نعم، لا زالت أكثر أقل من 3، يبقى الشرط متحقق، ينزل يزود عليها 1 تبقى ب2 ويطبعها على الشاشة. يوصل كلمة لوب، يرجع تاني هل الفاليو الحالية اللي هي ب2 أصغر من 3؟ نعم، يبقى الشرط اتحقق، ينزل يكرر كمان فاليو بتساوي فاليو بلس 1، فاليو بقت ب3، يطبع ال3 على الشاشة ويوصل جملة لوب، يسأل نفسه، يرجع تاني ويسأل هل الفاليو أصغر من 3؟ هل ال3 أصغر من 3؟ لا مش أصغر من 3، يقوم ما يكررش ولكن ينزل يكمل البرنامج بعد جملة اللوب وأكون كاتب له console.readline. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج ده لو عملناه على ال visualbasic.net. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. نعمل بروجكت جديد هنسميه console application رقم 8. نفتكر ادي شكل البرنامج وادي الجمل بتاعته. هنيجي اول حاجة نقول له dim value as integer، وهنيجي هنا نقول له do while value اصغر من 3. هو لوحده كتب جملة كلمة loop. هبدأ اقول له value بتساوي value plus 1، واجي انا اقول له console.WriteLine value. ما ننساش قبل نهاية البرنامج بنديله console.ReadLine. هنحفظ البرنامج ونشغله. طبع لي 1 2 3 ووقف مستني اديه اي حاجة عشان يخلص البرنامج. البرنامج ده احنا هنشغله تاني بس ستيب باي ستيب. هندوس كده F10. نشوف دلوقتي الفاليو بكام. هي دلوقتي عملها توصيف، الفاليو تحت هي بزيرو. طيب جينا سأل هل الفاليو زيرو اصغر من 3؟ نعم، فنزل بدأ يطبق الشرط، قال له فاليو بتساوي فاليو بلس 1، الفاليو كانت بزيرو زي ما هي باين تحت، دلوقتي الفاليو بقت بواحد لانه زودها 1، وهيقول له console.WriteLine value اللي هي بواحد، يقوم يطبع على الشاشه بره 1. لو بصينا بره نلاقي الواحد اتطبعت. نرجع تاني، وصل لجمله لوب، يرجع يسال السؤال هل الفاليو اللي هي بواحد اقل من 3؟ نعم، يزود عليها 1. بص تحت هنا كانت بواحد اهي قبل ما ينفذ العمليه، بعد ما نفذ العمليه بقت ب2، يطبع على الشاشه قيمه value اللي هي ب2 وينزل لجملة لوب، يرجع تاني يسأل هل الفاليو الحالية ب2 أصغر من 3؟ نعم، يكرر يزود 1، بقت الفاليو هنا ب2 قبل الحساب، 3 هي بعد ما جمع عليها 1، يطبعها على الشاشة أهيا. رجع يسأل هل الفاليو ب3 أصغر من 3؟ هل 3 أصغر من 3؟ لأ، منزلش يكرر بقى، نزل على الجملة اللي بعدها اللي هي console.readline ووقف مستني منه أديله حاجة وخلص البرنامج. لو حبينا نخلي البرنامج ده يطبع لنا 30 رقم، ايه الفرق؟ فرق بسيط جدا، ان بدل ما هنا قلت له فاليو اصغر من 3 بقت الشرط بتاعنا فاليو اصغر من 30. طب عايزين نطبع ارقام من 1 ل 3000،
بدل ال 30 دي تبقى 3000. واضح ان العمليه هنا مع التكرارات مع الدولوب هتبقى اسهل بكتير جدا عشان نعمل عمليات تكراريه كتير. لو عايزين نكتب برنامج يطبع الاعداد من 10 ل 15 عادي، هنوصف variable اسمه start value ونديها قيمة ب10. طبعا لو مكتبش الكلام ده هيديها قيمة بزيرو ابتدائية، لكن انا قلت له dim start value as integer بيساوي 10 فاديها قيمة ابتدائية ب10. ودي عاملة زي ان انا ممكن زي ما قلنا قبل كده ممكن ندمج جملة التوصيف مع جملة الادخال، فاحنا برضو ممكن ندمج جملة التوصيف مع جملة المعالجة. برضو نفس الكلام هقول له dim end value as integer بتساوي 15، وهاجي هنا اوصف variable جديد اسمه value وهقول له ان هو integer بيساوي start value ناقص 1. وهنبدأ نعمل do loop حيث ان ال value اصغر بال end value، كل مرة نزود 1 ونطبع القيمة. ده شبه البرنامج اللي فات، لكن عايزين نقف شوية معاه. احنا قلنا له هنا start value بتساوي 10 والend value بتساوي 15، جينا قلنا له dim value بيساوي as integer بيساوي start value ناقص 1. نفهم بقى ايه ليه قلنا له ناقص 1. ال start value هنا بكام؟ ب 10. كويس. لما اجي ادي لو احنا افترضنا ان احنا ما كتبناش ناقص 1، فهو هدي ال value قيمه ال start value هي ب 10. لما اجي يدخل هنا هيسال هل الفاليو الحاليه اللي هي ب 10 اصغر من الاند فاليو هي 15؟ نعم. يقوم ينزل يزود 1 على الستارت فاليو على الفاليو ويطبعها. طب الفاليو دلوقتي كانت ب 10، الفاليو كانت ب 10 هيزود عليها 1 تبقى ب 11 يطبع لي 11، بس انا مش عايز كده، انا عايز يطبع من اول 10. يبقى الحل الافضل ان انا لما اجيت اوصف الفاريبل اللي اسمه فاليو هديه قيمه ابتدائيه بستارت فاليو ناقص 1 يعني 9، بحيث لما يدخل جوه اللوب هيزود عليها 1 تبقى ب 10 ويطبعها ويلف لفه، يزود 1 تبقى ب 11 ويطبعها، لفه 12 ويطبعها، 13 ويطبعها، 14 ويطبعها، 15 ويطبعها، ويطلع يسال هل 15 اصغر من الاند فاليو اللي ب 15؟ لا ما تحققش. يقوم ما يكررش كمان مره وينزل يطبع، يقف يستنى مني ان انا ادوس له انتر. فهمنا موضوع الناقص واحد ديا، ان احنا اديناها قيمة ابتدائية علشان احنا في الاول خالص مع اول قيمة بنزود 1، فلو انت كنت داخل بالعشرة في قيمة الفاليو هيزود عليها 1 قبل ما يطبع، فتلاقي اول قيمة طبعت هي الحداشر. ده اللي حصل معانا، ان هو طبع لي 10 11 12 13 14 15. تعال نشوف البرنامج ده كده لو كتبناه في دوت نت. هنحفظ، بيسألني البروجكت اللي قبل كده تحفظه، بنحفظه عادي. هنيجي نقول له dim start value as integer بتساوي 10، dim end value as integer بتساوي 15، dim value as integer بتساوي الستارت فاليو ماينس 1، وهنديله دو وايل الفاليو اصغر من الاند فاليو، وهنقول له ان كل مره في كل لفه زود لي الفاليو بواحد، وكونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة الفاليو، وما ننساش في الاخر خالص هنديله كونسول دوت ريد لاين عشان يوقف البرنامج. هنحفظ ونشغل
اه طبعا، ل 10 11 12 لغايه 15، وده اللي احنا وضحناه من شويه. لو مشينا ستيب باي ستيب عشان نفهم القصه سريعا، الستارت فاليو ب 10، الاند فاليو ب 15، الفاليو اداها قيمه ابتدائيه بالستارت فاليو ناقص واحد بقت ب 9. هيسأل سؤاله، هل التسعة أصغر من 15؟ نعم. يوم الشرط اتحقق، ينزل يضيف واحد على الفاليو، بقت الفاليو دلوقتي بكام؟ ب 10. يوم أول ما يطبع يطبع لك قيمة الكام؟ ال 10، ويلف يزود واحد تبقى ب 11، ويطبعها 12، ويطبعها 13، ويطبعها لو بصينا تحت هي 14، ويطبعها 15، ويطبعها بقت 15. آه وقف هنا بقى، 15 أقل من 15؟ لا مش أقل. هنا طبعا لغايه 15 اهو، بس الشرط ما اتحققش، يقوم ما ينزلش يكمل التكرار، ولكن يجي بعد اللوب ويكمل ويقف يستنى مننا نديله اي علامه علشان ينهي البرنامج بتاعنا. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج ده ممكن نعمله بصيغه تانية. ممكن ان انا لما اوصف الفاليو ما اطرحش منها واحد، قلت انت كده توقعنا في مشكله هنطبع من اول 11. لا، انا هعمل القيمه حاجه تانية، هخلي جمله الطباعه قبل جمله الاضافه. يعني البرنامج اللي فات كان يزود واحد ويطبع، هنا لا، هطبع وازود واحد، فانا هدي الفاليو قيمه ابتدائيه اوليه بقيمه الستارت فاليو ب 10، بحيث هنا الفاليو تاخد قيمه ب 10، يدخل يطبعها ويزود واحد تبقى ب 11. بس نلاحظ ان الشرط هنا احنا قلنا له فاليو اصغر من او يساوي، مش اصغر من زي اللي فاتت. ليه بقى؟ نركز، انا هنا هدي الفاليو قيمه اوليه ب 10، هيطبعها ال 10 ويزود عليها تبقى ب 11، ويرجع يف يسال هل ال 11 اصغر من او تساوي ال 15؟ ما هي الاند فاليو 15 اللي متحقق، يوم ينزل يطبع ال 11 ويزودها واحد تبقى ب 12، ويطلع يسأل هل 12 اقل من 15؟ نعم. يطبع ال 12 ويزود واحد تبقى ب 13، يطبع ال 13 ويزود واحد تبقى ب 14، يطبع ال 14 ويزود واحد تبقى ب 15. خد بالك ان اخر حاجه دلوقتي طبعتها هي ال 14 والفاليو ب 15. طب انت عايز تطبع ال 15 مش عايز؟ عايز. يبقى لازم ارجع تاني واخلي دي اصغر من او تساوي، بحيث لما الفاليو تبقى 15 اقرر 15 اصغر من او تساوي 15. نعم تساوي. يوم ينزل يطبع ال 15 ويزود الفاليو بواحد تبقى ب 16. تعالوا كده نعمل البرنامج ده، نعدل في البرنامج القديم علشان نشوف الحته دي مع بعض. زي ما قلنا هنشيل الناقص واحد هنا، وهنغير الترتيب بتاع الجمل. value بتساوي value plus 1 دي هننزلها هنا تحت، وهنخلي دي علامة تساوي. تعال نشغل برنامج خطوة خطوة كده عن طريق اف 10. اي الستارت فاليو ب 10 والاند فاليو ب 15، قيمة الفاليو دلوقتي قيمة ابتدائية ب 10، هيبدأ يطبع ال 10 ويزود واحد تبقى الفاليو ب 11، يطبع ال 11 ويزود واحد تبقى ب 12، وكل مره بيسال هل 12 اصغر من او تساوي ال 15؟ لا زال الشرط متحقق، يوم التكرار شغال معانا. يطبع قيمه الفاليو هي ب 12، يطبع ال 12 ويزود واحد تبقى ب 13، يطبع ال 13 ويزود واحد تبقى ب 14، يطبع ال 14 ويزود واحد تبقى ب 15. هل ال 15 اصغر هو حتى الان طبعا لغايه 14 بس، انا عايز اطبع كمان 15 يبقى عايز كمان لفه. هل ال 15 مقارنه بال 15، هل لو قيمه التساوي دي مش موجوده اكيد البرنامج مش هيكرر كمان مره، واخر قيمه هتطبع هي ال 14. لكن دلوقتي انا بقول هل ال 15 اصغر من او تساوي ال 15؟ نعم. يوم يطبع ال 15 ويزودوا الفاليو واحد تبقى الفاليو بكام؟ ب 16. 16، ويرجع يسال هل ال 16 اصغر من او تساوي ال 15؟ لا. يقوم ينزل يكمل البرنامج بتاعنا زي ما هو. واضح اظن الفرق ما بين ان انا ازود الاول واطبع، او اطبع الاول وازود. البرنامج ده ممكن نعممه، نخليه بصوره كويسه. هنكتب console.writeline
انتر ستارت فاليو، ونوصف الستارت فاليو كمدخل يدخله اليوزر، ونديله رسالة انتر اند فاليو دخل القيمة النهائية، وهنوصف متغير اسمه اند فاليو ونديله قيمة يدخلها المستخدم. وبنفس الطريقة هنقول له ديم فاليو از انتجر بيساوي ستارت فاليو ناقص واحد، والفاليو اصغر دو وايل الفاليو اصغر من الاند فاليو. وهنا طبعا اتبعت اسلوب ان انا بزود واحد واطبع، بزود واحد واطبع، فخليت العلامة هنا اصغر من بس. يبقى ده كده برنامج ظريف يقدر يبين الارقام ما بين اي رقمين يحددهم المستخدم. مطلوب مننا نعمل برنامج make a program that brings all numbers from 20 to 10 on the console. عايزين برنامج يجيب الأرقام من 20 لـ10 بترتيب تنازلي، بترتيب تنازلي. تعالوا نشوف البرنامج مع بعض. أول حاجة هنوصف الفاليو بـ21، وهنيجي هنا نبدأ نكرر بينما الفاليو أكبر من 10، وهنيجي نقول له الفاليو بتساوي فاليو ناقص واحد واطبع. نركز مع بعض. انا الفاليو هنا انا عايز اطبع من 20 لـ10، فاديت الفاليو قيمه اكبر بواحد من القيمه اللي انا عايزها. دي زي البرنامج اللي فات، البرنامج اللي فات لو نفتكر كنت انا عايز اطبع من اول 10، فكنت بدي الفاليو قيمه اقل منها بواحد بـ9 عشان لما ادخل جوه اللوب وازود واحد هناك كان يديني ال10 اللي اطبعها. هنا العكس، انا عايز اطبع ال20 فاديتها قيمه بـ1 بـ21، بحيث لما يدخل جوه اللوب ينقص واحد تبقى الفاليو بقت بـ20 يطبعها، ويطلع فوق تاني خليها 19 يطرح واحد ويطبعها، 18 ويطبعها، وهكذا حتى ال10 ويطبعها. الكونديشن اللي عندنا هنا، الشرط اللي عندنا هنا، ان الفاليو اكبر من 10، بحيث لما الفاليو كانت ب11 هيدخل هنا ينقصها واحد تبقى الفاليو ب10 ويطبع ال10، وما دام طلع ال10 ما عندش عايز منه حاجه فاقول له شكرا الشرط ما اتحققش، انزل هات اللي بعد كده كونسول دوت ريد لاين. عايزين نعمل برنامج ميك اب بروجرام ذات برينجز اول باورز اوف تو سمولر ستارت وذ اكسبوننشال 1 than 10 on the console. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اطبع الشكل قدامنا ده، اقول له بيز 2 exponent 1، الريزلت ب2، يعني 2 أس 1 بـ2، 2 أس 2 بـ4، 2 أس 8 بـ16. طب عايز اطبع الكلام ده لغايه فين؟ لغايه الريزلت بتاعتك ما تبقى اقل من 1000. لغايه الريزلت بتاعتك تبقى اقل من 1000، لان لو احنا شفنا 2 أس 10 بـ1024 زادت عن 1000، يبقى انا عايز لغايه هنا بس. ببساطه جدا، اول حاجه هنوصف متغير اسمه بيز ب2 اللي هو الاساس، واكسبوننت هنوصفه بواحد، وهنحسب متغير اسمه ريزلت اللي هو الحاصل العمليه الحسابيه، واعرفه انتجر واقول له بيساوي البيز اس الاكسبوننت. طيب هنبدا نعمل دو وايل تكرار، بس التكرار هنا مش على اساس الفاليو زي ما حصل بكده، على اساس الريزلت اللي بتتحسب. انا عايز اكرر لغايه الريزلت، طالما الريزلت اقل من 1000 يكرر. هنيجي هنا نطبع على الشاشه، نركز في الثلاث جمل دول، نطبع على الشاشه كلمه بيز بين دبل كوتيشن تطبعش زي ما هي، وقيمه البيز. طبعا العلامة دي معناها ان السطر اللي بعديها تكملة ليها، العلامة دي معناها ان السطر اللي بعد كده تكملة ليها، لكن لو في نفس السطر مش هنحطه. طيب وهنطبع بين دبل كوتيشن كوما واكسبوننت، ونطبع قيمة الاكسبوننشال بتاعنا، وهنطبع كلمة ريزلت بين دبل كوتيشن، وهنطبع النتيجة ريزلت. يبقى هو أول مرة واخد البيز ب2 اكسبوننشال ب1 حسب الريزلت 2 أس 1 بـ2، وهيجي هنا يطبع لي بيز 2 اكسبوننت 1 ريزلت 2، ويجي هنا يزود الاكسبوننت 1، بقت الأس دلوقتي بدل ما كان بـ1 بقى بـ2، بدل ما كان بـ1 بقى بـ2،
ويطبع قيمة الريزلت الجديدة اللي هي بتساوي البيز اوس الاكسوننت، ويرجع يعمل لوب. هل انا وصلت الالف ولا لسه؟ لو ما وصلتش الالف يطبع لي الجملة بتاعتنا ويزود على الاس واحد ويحسب الريزلت الجديدة، ويرجع يسأل نفسه السؤال هل وصلت الالف ولا لسه. يبقى احنا استنتجنا من هنا طبعا في الاخر كونسول دوت ريد لاين، استنتجنا ان ممكن الشرط اللي انا بحطه جوه جملة الدو وايل ان هي بشرط مش لازم يكون على مدخل، ممكن يكون شرط على عملية حسابية بيتم. في عندنا حاجة مهمة اللي هي النستد ستراكشرز، البنيات المتداخلة. احنا شفنا مع بعض من شوية ازاي نستخدم جملة اللوبس، وشفنا المرة اللي فاتت ازاي نستخدم جملة الاف then else and if. هنشوف مع بعض البنيات المتداخلة ان انا ممكن استخدم كذا بنية جوه بعض بالتداخل. make a program based on the following output، عايزين برنامج يعمل لنا المخرج التالي. ايه المخرج التالي؟ ان البرنامج هيسأله يقول له value، لو اداله zero يكتب له zero، لو شغله تاني وسأله الفاليو قال له 5 يقول له أضاف 0، شغله تالت واداله ناقص 5 أو ناقص 4 أو أي رقم بالسالب يقول له بلو 0. يبقى البرنامج اللي احنا بنعمله ده عايزين نعمل برنامج يقدر يميز ما بين الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف نمبرز، ويطبع لي رسالة توضح اللي هو فهمه من الرقم اللي أدخله اليوزر. تعال نشوف مع بعض البرنامج ده، برنامج بسيط جدا. اول حاجة هنقوله console dot write line بيساوي ونطبع له قيمة على الشاشة اللي هي value، واوصف متغير اسمه value integer، واطلب ان هو يتقري من على الشاشة بحيث يدخله اليوزر. هنا هقوله شرط if value equal zero، لو الفاليو بتاعتنا دخلت بزيرو هيطبع رسالة على الشاشة زيرو. طيب لو الشرط ما اتحققش بقى else، هنكتب له جملة شرط اخرى if value greater than zero، اكبر من zero then else and if، لو الفاليو اكبر من zero هيطبع لي على الشاشة above zero. طب في الالس ناخد بالنا، هل محتاج جملة شرط ثانية؟ لا مش محتاج، ناخد بالنا انا هنا عملت شرط على الفاليو بتساوي zero، فهو مش هيدخل في الحتة دي الا اذا كان الفاليو ما بتساويش zero. وجيت هنا عملت شرط تاني، ما هو لو مش زيرو يبقى احد حل من الحلين يا اكبر يا اصغر من الصفر، فانا عملت هنا شرط تاني قلت له فاليو اكبر من صفر، يبقى اكيد مش هيدخل هنا الا في حاله واحده بس، ان يكون الفاليو اصغر من صفر، فاروح كاتب له جمله على الشاشه كونسول دوت رايت لاين بلو زيرو. وما ننساش في الاخر نحط جمله كونسول دوت ريد لاين. برنامج بسيط اظن مش لازم ان احنا نعمله على الدوت نت، نخلي الدوت نت للبرامج الكبيره. نشوف البرنامج اللي معانا ده، make a program based on the following output. ايه البرنامج ده؟ ده برنامج جدول الضرب بس بصوره مختلفه شويه، يعني يقول لي واحد في واحد بواحد، واحد في اتنين بواحد، واحد في تسعه بتسعه، اتنين في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعة، تسعة في تسعة بواحد وتمانين. عايزين نعمل برنامج يعمل جدول الضرب. نلاحظ ان احنا الاول هناخد جدول ضرب واحد ونغير الرقم التاني، وبعدين نرجع ناخد جدول ضرب اتنين ونغير الرقم التاني، جدول ضرب تلاتة اربعة، جدول ضرب تسعة ونغير الرقم التاني. يبقى نلاحظ ان احنا دلوقتي عمالين نغير تو جروبس، مجموعتين. اول حاجة بنغير الرقم الاول، بنثبت الرقم الاول ونغير الرقم التاني، وبعدين نثبت الرقم الاول ونغير الرقم التاني. نعمل البرنامج ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنقول له دام بيز فاليو از انتجر اللي هو الرقم الاولاني وبيساوي واحد، ودام فاكتور از انتجر بيساوي واحد، ودام ملتبليكيشن از انتجر. يبقى دلوقتي كده بنوصف متغير اسمه بيز فاليو اللي هي القيمه الاولى، والفاكتور القيمه الثانيه، والملتبليكيشن اللي هو حاصل الضرب. هنيجي هنا نعمل جملة تكرار دو وايل البيز فاليو اقل من 10، ما انا عايز اطبع جدول الضرب لغاية ان الرقم الاولاني يكون بتسعة، يبقى عايز الفاليو بيز فاليو اقل من 10. وهاجي اعمل لوب تانية للفاكتور اصغر من 10،
ما انا عايز اغير البيز فاليو هي الرقم الاول، واغير الفاكتور اللي هو الرقم التاني. هنحسب المالتيبليكيشن، بيساوي البيز فاليو في الفاكتور، ونطبع على الشاشة بيز فاليو في علامة اكس بينضرب الكوتيشن طبعا عشان يطلع الشاشة زي ما هي، وقيمة الفاكتور الفاريبل فاكتور بتساوي بينضرب الكوتيشن وقيمة المالتيبليكيشن. يبقى هو أول مرة دي واحد ودي واحد، هيدخل هنا يحسب واحد في واحد بواحد، يجي هنا يطبع لي واحد في واحد يساوي واحد. ما ننساش نزود الفاكتور بقيمة واحد، بحيث دلوقتي هو أول ما دخل هنا دخل كان البيز فاليو بواحد والفاكتور بواحد، هيدخل هنا يزود الفاكتور واحد تبقى الفاكتور باتنين، ويوصل لللوب يرجع هنا يسأل هل أنا وصلت العشرة لسه؟ يقوم الفاكتور دلوقتي باتنين، يقوم يقول لي واحد في اتنين باتنين، يكتب لي هنا واحد في اتنين يساوي اتنين، ويزود فاكتور واحد يبقى بتلاتة، ويسأل هل وصلت ولا لسه؟ لسه. يحسب قيمة واحد في تلاتة ويطبعها. بعد ما نخلص اللوب دي هتخلص امتى؟ لما الفاكتور يوصل تسعة. الفاكتور لما يوصل تسعة هيزود واحد يبقى بعشرة، يسأل نفسه السؤال هل وصلت العشرة او وصلت؟ ما ينفعش تكرر، انزل كمل. هنيجي بعد كده نزود البيز فاليو بواحد، بحيث بدل ما كان عمال يقول واحد في اتنين، واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاتة، هيبقى البيز فاليو دلوقتي بتاعتنا باتنين، ويبدأ يقول لي اتنين في واحد، اتنين في اتنين، اتنين في تلاتة. البرنامج ده ينقصه حتة بسيطة جدا يمكن هنشوفها في التطبيق، ان ده هيعمل وان لوب اونلي. تعالوا نشوف مع بعض هذا الكلام على الدوت نت. كان البرنامج رقم 12، هنيجي هنا هنقول له دين بيز از انتجر بيساوي واحد، بعدين dim factor as integer بيساوي واحد برضو، و dim multiplication as integer. هنديله دو وايل البيز اصغر من عشرة، وهنديله دو وايل تاني الفاكتور اصغر من عشرة. هنحسب المالتيبليكيشن وهنقول ان هي بتساوي البيز في الفاكتور، وهنبدأ نطبع هنا كونسول دوت رايت لاين البيز و علامة اكس قبل منها مسافة وبعد منها مسافة عشان ما تبقاش لازقة فيها، وقيمة الفاكتور وعلامة التساوي والمالتيبليكيشن. ما ننساش نزود الفاكتور واحد، وما ننساش بعد اللوب التانية نزود البيز واحد، وما ننساش في آخر البرنامج نحط جملة كونسول دوت ريد لاين. البرنامج ده زي ما قلت فيه مشاكل، هنشوف المشاكل. تعالوا نجربه نشغله مرة واحدة كده. طبع لي بس جدول واحد، ما طبع ليش بقية الجداول عشان نشوف الكلام ده. هنشغله خطوة خطوة. البيز بواحد والفاكتور بواحد والمالتيبليكيشن بزيرو لانه لسه ما حصلش فيه حاجة. هنا دخل ضرب واحد في واحد، ادالته المالتيبليكيشن بواحد، وطبع لي على الشاشة واحد في واحد بيساوي واحد. كويس جدا. هيجي يزود لي الفاكتور بواحد بقت باتنين،
يحسب ويطبع، الفاكتور بقى بثلاثة، يحسب ويطبع، الفاكتور بقى بأربعة، بخمسة، بستة، بسبعة، كل لفة عمال يزود واحد، تمانية، يحسب ويطبع. لذلك بص دلوقتي هنلاقي من واحد لغاية واحد في تمانية، الفاكتور راتب كام؟ بتسعة، هيطبع لي واحد في تسعة، وده اللي أنا آخر حاجة وصلت لها. دلوقتي الفاكتور بقت بكام؟ بعشرة. يسأل سؤال، هل العشرة أقل من عشرة؟ لا طبعا، ما يحققش الشرط ده، فينزل يزود البيز واحد، بقت البيز باتنين، البيز اللي هو هيبقى الرقم الأولاني. فبدل ما أنا عمال أكتب جدول ضرب واحد، هبدأ أكتب جدول ضرب اتنين، وأقول له يا عم البيز اللي هي باتنين أقل من عشرة، نعم انزل اشتغل. خد بالك آخر قيمة للفاكتور كنا منتهين بيها هي العشرة، فجه هنا يسأل هل العشرة أقل من العشرة؟ لا طبعا، ما تحققش الشرط، يقوم ما يكررش وينزل بعد كده يزود البيز واحد، بقت البيز بتلاتة، ويجي يسأل هل الفاكتور يا جماعة أقل من العشرة؟ لا مش أقل من العشرة، دي تساويها، فما يكررش حاجة تانية. يبقى دلوقتي اتضح لينا المشكلة انه لفة واحدة عملها وخلاص. طب الحل ان احنا نيجي هنا هنضيف جملة نقول له فاكتور يساوي واحد، بحيث مع كل لفة جديدة للبيز فاليو، في كل لفة جديدة للبيز فاليو هيخلي في الأول اللفة الفاكتور بيساوي واحد، بحيث لما يدخل هنا يعرف يدخل جوه اللوب ويزود واحد ويطبع. يبقى الحل بتاعنا إن احنا كان لازم نيجي هنا نقول له فاكتور بيساوي واحد. تعالوا نشغل برنامج مباشرة كده. الراجل طبع لي اهو جدول الضرب بتاعة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لغاية ايه؟ تسعة، وكل مرة يقول لي من واحد لكذا في كذا، من واحد في كذا في كذا. وفي الاخر ما ننساش جملة console dot read line. عايزين نعمل برنامج يطبع لي يقول لي 1 is odd, 2 is even, 3 is odd. odd يعني فردي، وايفن معناها زوجي، يعني بعض الارقام من واحد لعشرة ويقول لي مين فيهم الفردي ومين فيهم الزوجي. تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده. هنوصف فاريبل اسمه فاليو، ونقول الفاليو اصغر من عشرة عشان عايز اشتغل من واحد لعشرة. هبدأ ازود الفاليو واحد، ما هي الفاليو خدت قيمة بزيرو، فهزود على واحد تبقى بواحد، واسأل شرط اللي هو الشرط بتاع الفردي والزوجي. اف فاليو مود 2، هل الباقي من قسمة الفاليو على الاثنين بزيرو؟ لو الشرط ده اتحقق يبقى زوجي، فيروح طابع له رسالة يقول له الرقم الفلاني ده اللي هو قيمة الفاليو is even number. إلس بقى لو شرطه ما اتحققش هيطبع له ان هو odd number. عايزين نعمل برنامج اليوزر يدخل له القيم زي ما هو عايز، مرة تلاتة، مرة تمانية، مرة أربعة، يقعد يكرر إدخال القيم لغاية ما يخلص القيم اللي عنده. أول ما يخلص القيم اللي عنده يروح كاتب لي ناقص واحد، بدخل لي قيمة ناقص واحد، بحيث ناقص واحد دي هي العلامة اللي إحنا متفقين عليها، لما تحب تخلص إدخال القيم دخل قيمة ناقص واحد. يقوم البرنامج لوحده يقول الهايست فاليو بتمانية. تعال نشوف مع بعض البرنامج ده. هنوصف فاريبل اسمه فاليو، ونوصف فاريبل تاني اسمه هايست فاليو. الفاليو دي اللي هندخلها اليوزر، والهايست فاليو اللي هي اكبر قيمه. هنبدا نكرر بحيث ان لما الفاليو تكون اكبر من او تساوي زيرو، ده الشرط بتاعنا، احنا متفقين مع بعض لو اديت له زيرو معناه يخلص البرنامج بتاعنا. اول حاجه هنكتب له رسالة نقول له دخل لي الفاليو. هو الراجل هيدخل الفاليو اليوزر، اخزن انا في قيمة فاليو، واسأل نفسي سؤال، هل الفاليو اللي دخلها لي اليوزر حاليا اكبر من الهايست فاليو اللي متخزنة عندي؟ لو هي اكبر خلي الهايست فاليو بتاعتنا هي الفاليو. نلاحظ ان هنا مفيش else، مش لازم يكون في else في جملة الاف، لو في جواب شرط في حالة الاثبات بس ما بنكتبش الالس. نلاحظ الملحوظه الجميله اللي احنا عملناها دي ان احنا اول حاجه كتبنا له جمله فاليو،
قريناها وبدأنا نقارن قيمة الفاليو اللي داخلة، هل هي أكبر من الهايست فاليو؟ الفاريبل اسمه هايست فاليو، لو أكبر يحط لنا قيمة الفاليو في الهايست فاليو، وما ننساش في الآخر خالص هنطبع له نقول له إن الهايست فاليو بتاعتك بكذا ونوقف البرنامج. تعالوا نعمل البرنامج ده مع بعض كده. ده البرنامج رقم 14. هنيجي نقول له dim value as integer و dim highest value as integer برضو، وهنعمل do while ال value أكبر من الزيرو. أو أكبر من أو تساوي، لأن إحنا الشرط بتاعنا اللي إحنا عملناه كان لو نرجع للأوتبوت بتاعنا ناقص، ما دام ناقص يبقى لازم تبقى إيه ناقص إيه أكبر من أو تساوي زيرو، بحيث الشرط بتاعنا اللي هو نوقف لما نديله قيمة سالبة. هنبدأ نيجي هنا نقول له رسالة console.WriteLine value، يعني دخل لي الفاليو بتاعتك، وهنبدأ هنا ندخل الفاليو عن طريق console.readLine. هنبدأ بقى نشوف هل الفاليو اللي احنا دخلناها أكبر من الهايست فاليو، لو حصل يبقى المفروض إن الراجل يخلي إن الهايست فاليو هي الفاليو اللي دخلها اليوزر، وهنيجي هنا بعد جملة اللوب ما تنتهي هنقول له console.WriteLine the highest value equal، ونطبع له قيمة ال highest value، وما ننساش مع بعض ان احنا نديله console.readLine. تعالوا نشغل البرنامج كده مع بعض. هنكتب له 3 4 8 5 9 2 3، خلصنا يديله ناقص واحد، قال لك ان الهايست فاليو في اللي انت دخلتهم ب9. لو شغلنا البرنامج خطوة خطوة عشان بس نفهم بسرعة، الهايست فاليو بزيرو والفاليو بزيرو، سأل نفسه الزيرو أكبر من أو يساوي الزيرو، أيوه مظبوط. هيبدأ الراجل هنا يسألني عن الفاليو، هديله مثلا قيمة بأربعة. هيبدأ يسأل هل الفاليو الحالية بأربعة أكبر من الهايست فاليو اللي هي بزيرو؟ نعم. يقوم يعمل إيه؟ يحط قيمة الفاليو اللي أنا دخلتها اللي هي القيمة الكبيرة عندنا في الهايست فاليو، بحيث دلوقتي بقى الهايست فاليو بتاعنا بأربعة. يرجع تاني يلف كمان لفه ويسال دخل لي قيمه، اديله قيمه ب3 وانتر. نلاحظ هيسال سؤال هل الثلاثه اكبر من الهايست فاليو هي ب4؟ لا ما اتحققتش، لا زال الهايست فاليو هو ب4، فلذلك الراجل بتاعنا هينزل ما يعديش على جواب الشرط هنا وينزل يسال تاني اديني قيمه، اروح مديله مثلا 8 وانتر، يسال هل الثمانية اكبر من الهايست فاليو اللي هي ب4؟ نعم. يقوم ما دام الشرط اتحقق ينزل يحط قيمه فاليو هي ب8 في الهايست فاليو، وبقت الهايست فاليو هي ال8، وهكذا نقدر نشغل بقيه البرنامج لغايه ما نخلص خالص نديله ناقص واحد ونوقف البرنامج. ده البرنامج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. في عندنا نوع تاني من اللوبس بدل دو وايل لوب، دو انتل لوب. واضح من الاسم بتاعهم دو وايل يكرر، بينما دو انتل يكرر حتى، يعني الشرط بتاعنا اللي هنحطه دلوقتي هو شرط انهاء وليس شرط تكرار. يعني فاكرين البرنامج بتاع طباعه الارقام من 1 ل 10
اللي هو كانوا حاطين هنا فاليو، قلنا له كرر الفاليو بينما الفاليو اصغر من 10 ويخلي الفاليو فاليو زائد 1 واطبعها. نفس البرنامج ده ممكن نعمله بطريقه ثانيه، طبعا هيطبع الارقام من 1 ل 10، بس هنقول له دو انتل الفاليو اكبر من او يساوي 10. ناخد بالنا، هنا قلنا له دو انتل، هناك قلنا له دو وايل، هناك قلنا له دو وايل كرر بينما الفاليو اصغر من 10، هنا بقول له كرر حتى. يبقى انا بدي هنا شرط الانهاء، شرط انهاء التكرار، شرط انهاء التكرار ان الفاليو تبقى اكبر من او تساوي العشرة. نلاحظ ان في عندنا ساعات نكتب دو وايل لوب او دو انتل لوب، وساعات نكتب دو لوب وايل، يعني بدل الوايل ما هي مع الدو ممكن نحطها مع اللوب، وكذلك الانتل بدل ما هي مع الدو نخليها مع اللوب. هنلاقي فرق بسيط جدا بين الاثنين. خد بالك هنا كنت بقول له دو وايل الفاليو اصغر من 10، جيت هنا بقت دو لوب وايل فاليو اصغر من 10، ونفس الكلام الانتيل بدل ما هي كانت جنب الدو نزلت جنب اللوب. ملحوظة مهمة جدا ان احنا هنا في لما كنا بنقول له دو وايل بنحط له شرط التكرار في بداية جملة التكرار، لكن في الدو وايل او الدو لوب اللي بتتكتب في الاخر بنحط له شرط التكرار في نهاية التكرار. فهنا بيعمل تشيك وهو داخل اللوب، هنا بيعمل تشيك في اخر اللوب. طب دي تفرق؟ اه تفرق. هنشوف مثال ونشوف القصة دي معانا. عايزين نكتب برنامج لطباعة الاعداد من 1 حتى رقم معين. يعني ايه؟ يعني اقول لليوزر اطبع لي اكبر قيمة انت عايزها ويدخلها لليوزر، هخزنها في فاريبل اسمه هايست. هنبدأ نكتب على الشاشة كلمة رو، وهنوصف متغير اسمه فاليو ونعمل لوب عليه دو لوب وانتل الفاليو اكبر من هايست فاليو، نزوده 1، نزود الفاليو بواحد ونطبعها، نزود واحد ونطبع، نزود واحد ونطبع. نلاحظ لو احنا، وطبعا في الاخر بنكتب كونسول دوت ريد لاين، لو واحد قال هيسالك سؤال يقول لك الهايست فاليو بكام؟ قلت له 5، هيروح الراجل طبع لك ارقام 1 2 3 4 5 عادي شغال كويس. لا بص بقى المشكله، لو انا قلت له 0 في الهايست فاليو هيطبع لي قيمه الواحد. ليه بقى؟ نركز. اصل هو الفكره ان الفاليو هنا خدت قيمه 0، الفاليو خدت قيمه 0 والهايست فاليو اصلا ب 0. اول ما عدى على جملة الدو ما عملش اي شرط، هو دخل على طول ينفذ value بتساوي value plus one، بقت الفاليو قيمتها بواحد، طبعها على الشاشة وسأل في الاخر هل الفاليو بتاعتي دلوقتي اللي هي بواحد اكبر من الهايست فاليو اللي هي بزيرو؟ ايوه. مادام شرط الانهاء اتحقق ما يرجعش يلف مرة تانية، ولكن هيكمل البرنامج زي ما هو. نلاحظ ان احنا هنا عملنا له، طبعا هو انا عايز اكبر قيمة بزيرو بس انت طبعت له الواحد، وده عيب في البرنامج. يبقى الملحوظة المهمة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ان الوايل او الانتيل لما تكون موجودة في اخر اللوب فهو بيعمل لفة قبل ما يوصل للشرط عشان يختبره، لكن لما كانت في بداية جملة الدو بيعمل الشرط قبل ما يلف اي لفة عندنا. خدنا البرنامج ده مره تانية بس طلعنا الحته دي لفوق اللي هي انتل فاليو اكبر من او تساوي الهايست فاليو. نلاحظ لو قلنا له 5 هيطبع لنا 1 2 3 4 5، لو قلنا له 0 مش هيطبع حاجه، وده اللي احنا عايزينه. واضح جدا ان الشرط التكرار هنا بيتم باسلوب صعب نوعا ما. في طريقه اخرى للتكرار اللي هي الفور نيكست. ايه الفور نيكست؟ الجمل التكراريه بالفور نيكست بتبقى بسيطه جدا، بنكتب له فور اي بتساوي اي 1 2 اي 2 ستيب انك، وفي الاخر بنكتب له نيكست، وبين الاثنين بنكتب الجمل التكراريه. ايه هي الاي والاي 1 والاي 2 والانك؟ الاي دي هي الاسم المتغير الذي ياخذ القيم التاليه، اللي هو المتغير اللي احنا بنسميه العداد اللي بنلف معاه. الاي 1 هي القيم الابتدائيه، الاي 2 هي القيم النهائيه، القيمه النهائيه للمتغير اي، الانك الزياده في القيم. تعالوا مع بعض نعمل نفس البرنامج القديم اللي احنا عملناه من شويه اللي هو لطباعه الاعداد من 1 الى 10. اول حاجه هنوصف متغير اسمه فاليو،
as integer، ونيجي نكتب له هنا for كرر الفاليو من 1 إلى 10 next، واقول له console.WriteLine value. نلاحظ ان هنا ما فيش بقى لا بزود ولا بعمل، هي الفور لوحدها ولا دو وايل ولا الكلام ده، لا هي الفور لوحدها متبرمجه ان هي بتزود وتختبر، بتزود وتختبر، بحيث نشوف مع بعض الكلام ده نكتبه على الكمبيوتر ونشوف اللي هيحصل ونمشي معاه خطوه بخطوه. ده البروجكت رقم 17، هنقول له dim value as integer. نلاحظ ان الفيرست كولوم دي ككومنت، هنقول له هنا for value بتساوي 1 to 10 console dot write line ال value، وما ننساش في الاخر خالص ندي له console dot read line. البرنامج ده مش هنشغله مرة واحدة، هنشغله خطوة خطوة عشان نفهمه مع بعض. هنحفظ، ندوس F10، هنلاحظ ال value خلال القيمة الابتدائية بزيرو زي ما واضح قدامنا تحت. أول ما عدى على جملة الفور راح مديله القيمة الابتدائية اللي هي بواحد، ونزل يكرر فالفاليو هنا بواحد طبعها على الشاشة. أول ما يوصل جملة النكست لوحده بيروح راجع مرة تانية يزود الفاليو بواحد بقى باتنين، ويدخل يكرر يطبعها يزود الفاليو بواحد بقى بتلاتة بأربعة بخمسة وهكذا. فهو دايما اول ما بيعدي على جمله نيكست بيروح راجع لجمله الفور يزود الفاليو بقيمه بواحد فبقت هي بخمسه، ويسال في نفس الوقت سؤال هل انا وصلت القيمه النهائيه، عديت القيمه النهائيه ولا لسه؟ لو ما لسه ما عداش القيمه النهائيه يقعد يكرر اهو طبع الخمسه طبع السته طبع السبعه طبع الثمانيه طبع التسعه، خد بالك بقى طبعا العشر. هيطلع يكمل؟ لا كمل هنا. ليه؟ لانه خلاص الفاليو دلوقتي لو شفناها بقى ب 11. 11 ليه؟ لان هو كل مره بيزود ويسال يزود ويسال، ففي اخر مره كان ب 10 طلع زود واحد بقى ب 11 وسال عديت عديت، لا انزل كمل شكرا مش عايزين، فراح الراجل نازل ومكمل وطبع الارقام من 1 الى 10. اهو طبعا للقيم من 1 إلى 10. مش لازم نبدأ بواحد، بنقول قدامنا ده قلنا له فور الفاليو بتتغير من 10 لـ 15، هيعمل ايه؟ هيضيع القيم من 10 لـ 15. ده مش لازم، ده احنا ممكن نحط كمان كلمة ستيب، عايزين نطبع اعداد الزوجية من 2 لـ 10، فهنيجي هنا نفس البرنامج هنقول له فور فاليو من 2 لـ 10 بستيب 2 بزيادة 2، بحيث الفاليو ده تتقيم ب2 ويطبع ويلف 4 ويلف 6 8 10 12 وما يلفش، يعني 12 وينزل يكمل البرنامج لأنه خلاص عدى القيمة النهائية، ويدخل بعد كده على الجمل اللي بعد جملة النكست. النيجاتيف ستيب فاليو ار بوسيبل، ممكن نحط بعد الستيب رقم بالسالب، يعني هنقول له فور فاليو من 10 تو 0 ستيب ماينس 2، يبقى يطبع لي الارقام 10 يبقى هياخد دي قيمه ابتدائيه ب 10 يدخل يطبعها ويطلع ينقص منها 2 تبقى ب 8 ويطبعها 6 ويطبعها 4 ويطبعها 2 ويطبعها 0 ويطبعها ناقص 2 وما ينزلش، وينزل يكمل بعد نهايه البرنامج هيكتب زي ما احنا شايفين قدامنا 10 و8 و6 و4 و2. variables can be used to define start end and step values، يعني ممكن اعمل برنامج عام لطباعه الارقام من والى وبزياده. شوف البرنامج اللي قدامنا ده برنامج بسيط، بنيجي يعني ندي له رساله
يدخل لي ستارت فاليو، بوصف حاجه اسمها الفاريبل اسمه ستارت فاليو، وادخل بيه المدخلات، اللي بديله رساله يدخل الاند فاليو، واخلي اليوزر يدخلها واخزنها في الاند فاليو، ادي رساله لليوزر يدخل الانكريمنتال فاليو، واخلي اليوزر يدخلها ويحطها في حاجه اسمها انك فاليو، وادي الجمله بتاعتنا هي، هوصف فاريبل اسمه فاليو زي ما قلنا قبل كده، واعمل فور ونكست، الفاليو تاخد قيمه القيمه الابتدائيه الى القيمه النهائيه بزياده الانكريمنتال كل مره يطبع القيمه دي. يبقى دلوقتي ممكن واحد يطبع الارقام من 4 الى 18 بزياده 3 زي ما هو عايز. ملحوظه مهمه في فرق كبير بين الدو لوب والفور نيكست. الدو لوب تكرار غير معلوم العدد ولكن مشروط بشرط، اما الفور والنيكست فهو تكرار معلوم العدد وغير مشروط بشرط. فلو عندنا تكرار معلوم العدد يبقى الافضل نستخدم فور نيكست، لو تكرار غير معلوم العدد يبقى ولكن مشروط بشرط يبقى الافضل نستخدم دو لوب، سواء دو لوب وايل او دو لوب انتل. في هومورك بسيط، عايزين نعمل برنامج يحسب الفاكتوريال لاي نمبر، يعني اليوزر هيساله يقول له الفاليو بكام، لو دخلت له الخمسة يروح طابع له على الشاشه مضروب 5 ب120، هل ده تكرار معلوم العدد او غير معلوم العدد؟ ده هنشوفه مع حضراتكم ان شاء الله المره الجايه. Make a program to add values. The number of the values to add is undefined. يعني عايزين نجمع ارقام غير معلومة العدد. فبسط جدا، الرجل هيسألني يقول لي دخل الفاليو، فانا ادي له 1 زائد 7 زائد 3 زائد 9 زائد 5 زائد 0. الزيرو ده هو اللي احنا بننهي بيه الادخال. الزيرو ده يعني احنا متفقين ان لما اديك زيرو معناه انك كده خلصت، اطبع لي قيمة المجموع بتاعها. واضح جدا ان هنا التكرار ده غير معلوم العدد، يبقى ده هنستخدم فيه مش عارفين بقى هل دو وايل دو لوب ولا فور ونكست. ملخص اللي احنا خدناه النهاردة، اخدنا الجمل التكرارية الاتريشنز اللي هي دو وايل لوب، وعرفنا ان في دو وايل لوب ودو انتل لوب، وفي دو لوب وايل ودو لوب until، وخدنا جملة النستد ستراكشر ان يكون في عندي 2 اف جوا بعض وممكن 3 وممكن 10، وممكن يكون عندي دو وايل برضه جوا بعضه 3 و4. خدنا جملة الفور اللي هي جملة التكرار المعلوم العدد من والى وبزيادة، وكده نبقى انتهينا من المحاضرة الثانية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.